football together. السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، فقرة جديدة من يوميات كأس أمم إفريقيا توتال 2019 كتجيكم مباشرة من أمام ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة اللي عرف نهاية الحلم، نهاية المشوار بالنسبة للمنتخب المفاجأة منتخب مدغشقر اللي انهزم أمام المنتخب التونسي في دور الربع بثلاثية نظيفة. نهاية المشوار كما ذكرنا لكن بأداء محترم قدمه منتخب مدغشقر طيلة هاد المنافسة، الشيء اللي أكده مدرب المنتخب سيد دوبوي في الندوة الصحفية واللي أكد بأنه الهدف ديالهم كانوا أن يردوا للمنتخب أو الجمهور أو الشعب الملغاشي فخور نجحوا في المهمة ديالهم وأنه مرتاح مع مدغشقر وبغي يواصل المشوار والمغامرة رفقة مدغشقر. بالمقابل مدرب منتخب تونسي ألان جيغيس أكد أن المباراة ما كانت سهلة أمام منتخب مدغشقر لكن حقه الأهم أمام المنتخب المفاجئ أو تأهلوا لدور نصف النهائي. المواجهة غتكون أمام المنتخب السنغالي اللي تحدث عليها بحكم أنه ديجا اشتغل مع السنغال، قال بأنه كيعرف جميع اللاعبين كيعرف كيفاش كتلعب المنتخب السنغالي وانه امر اللي يقدر يسهل المأمورية امامهم من اجل تجاوزهم البلوغ لما لا الدور النهائي. المنتخب الجزائري ومباراة ما كانت سهلة، مباراة صعبة وقمة كما ذكرنا وفاز بجميع الوعود ديالها أمام منتخب لاكوت ديفور، تمكن أنه يتأهل لدور النصف النهائي بعد ما سال الماتش بالتعادل 1-1 طيلة 120 دقيقة والحظ ابتسم لمصلحة المنتخب الجزائري وتفوق على منتخب لاكوت ديفور بضربات الجزاء. جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري أكد أنه سعيد جدا بهذا الانتصار وفخور جدا بأداء اللاعبين واللي قدموه طيلة المباراة في مباراة كما ما كانت سهلة أمام منتخب لاكوت ديفوار. من أخبار كأس أمم إفريقيا توتال 2019 بعد الضجة اللي ثارها المنتخب الكاميروني قبل انطلاق هذه المنافسات ومن بعد الخروج من منافسات كأس أمم إفريقيا توتال 2019، الاتحاد الكاميروني لكرة القدم طبق قانون جديد على لاعبي المنتخب المرة المقبلة وجميع الفئات السنية في أي تظاهر غيشارك فيها المنتخب الكاميروني، فخصهم يوقعوا على واحد العريضة فيها جميع البنود اللي كتعلق بمشاركة بالمنتخب قبل انطلاق لوستاج، في حين اللاعب اللي ما غيبغيوش يوقعوا كما قال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ما عندهم ما يديروا في المنتخب، لأنه باش تلعب المنتخب الكاميروني أولا خصك تلعب القميص والشعب والجمهور قبل ما تلعب الماديات. دائما مع أخبار كأس أمم إفريقيا توتال 2019 الجماهير المصرية دائما حاضرة في النهائيات وفي المباريات، كيبان بأنه كاين واحد الانتماء كبير وعشق كبير للجماهير المصرية اللاعبين اللي كيلعبوا الأندية ديالهم. على سبيل المثال اليوم جماهير مصرية كبيرة وخصوصا جماهير الزمالك المصري اللي كانت حاضرة في ملعب السلام لمساندة المنتخب التونسي وبالضبط اللاعب فرجاني الساسي لاعب الزمالك والمنتخب التونسي اللي دايوغ سجل الهدف هدف المنتخب التونسي واللي تم اختياره رجل المقابله.